आइए मेरे दोस्तों, अब मैं फिर एक छोटे से बच्चे तक पहुंच रहा हूं, जिसका नाम मोहम्मद वसीम है, जो अरबी में तकरीर पेश करेंगे। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ ले आएं और अपने तकरीर से सामईन को कुलूब को मुनव्वर मुदल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حضرة رئيس الحفل الكريم وسادة الأفاضل أريد أن أخطب أمامكم خطبة عربية وديدة حول الموضوع الحسد والغبطة فالتمس منكم جميعا أن تستمعوا إلى قولي وعلموا بالخير عباد الله إن الأمراض تحلق الأجسام والعرضوة ترد الناس اعلموا أن الأمراض تنقسم إلى نوعين جسماني وروحاني الأمراض الجسمانية تضر الجسد فحسب ولكن الأمراض الروحانية تضر الجسد ولكن الأمراض الروحانية تضر الجسد فحسب ولكن والروح إليهما من أخطر ما أضر الروح على الحسد ألا تعلمون هل الحسد هو المرض الذي تسبب بالفرض الإنساني إلى الذنب الأكبر أول في العالم إن مرض الحسد حضر قابيلا على قتل هابيلا مع أن قابيلا كان أخا هابيلا ولكن الحسد أنسى كل شيء من الود والإخاء والحب لإخوة والرق والرحمة الإخوان هابيل وقابيل قربا قربانا ولكن القربان فحسب ولكن الحسد